اخر مره برحت قدامك امتى؟ من 3 سنين تقريبا. طب انت ليه يعني ليه مش بتحب تتبرع بدمك عموما؟ اول حاجه انا دكتور عظام تمام، انا مريض طبي، انا بس بخاف من العدوى الفيروسيه نتيجه اهمال الفريق القائم على نقل الدم، وانا في القطاع المشرف على حاجات زي كده، بتلاقي الفريق الطبي اللي هو بينقل الدم ده ما بيهتمش بان هو يغير الدوانتي من نقل واحد لواحد، فده بصراحه بيعمل لي هاجس، خاصه ان انا شغلتي جراحه وخاف من يجي لي فيروس، وبالتالي ممنوع دخول العمليات. ما تبرعتش بالدم خالص. ليه بقى؟ بخاف من اجراءات التلوث، ممكن يجي لي تلوث ما اضمنش اللي بيسحب مني العينه ده يكون حاجته متعقمه او لا. حوالي 6 شهور 7 شهور. حوالي 6 شهور. قال ليه؟ ما اعرفش، كان ليه كنت بعمل بعض مصلحه في مستشفى الخزنباره، وواحد قال لي اتبرع. طب يعني هل انت اساسا بتبرعي كتير ولا لا؟ احيانا بس ممكن اصلي وقتي ان شاء الله بنزل يبقى فيه تمام. طب الاجراءات بتاعه التبرع بالدم، هل انت بتخافي مثلا يكون في تلوث او حاجه ولا ايه؟ احيانا ساعات لما بلاقي الدنيا مش نظيفه كده، بس يعني بس برضه بتبرع سنة كده. انا طب هل انت بتتبرع كتير بالدم ولا لا؟ والله بالصدفه يعني مش على طول. انا يعني امتى بتتبرع بالدم؟ احيانا كل عربيه واقفه كده يعني بتبرع، احيانا ما بتبرعش كده. انا حوالي سنه تقريبا. طب انت بتتبرع بالدم بشكل متكرر يعني ولا لا؟ طبعا يعني كل فتره لو في عربيه موجوده قدامي بتبرع بيها. في مره حد طلب منك دم وما رضيتش تتبرع؟ لا فعلا ما حصلتش.